العوائق لو كان ما يكونوش العوائق ما درنا والو. وراه لو فروي الانسان دوكا ملي باش يسعى وكامل لازم يلقى عوائق، لازم باكار، لازم دبزه، لازم تقاريه، هذه حلاوتها. بصح كي تسلك وتتغلب على الدبزه والتقاريه وتكون بون باكارور هذا الكوتي هذايا، يعني ما ميكري ولك دي طومبات حتى انت تكري دي طومبات باش سفينتهم تغرق في الباب. يبما لو كان ما تكري لو كان ما تكونش انت يا كومباتون هذوما، كيفاش تكون انسان كامل وتقدر للشوق وتقدر تخدم وتقدر تكري حاجات ملاح للناس؟ سبحان يمد ربي يمد المعارك للجنود ديالو اللي يحبهم. سينو هكا ما درنا والو، بلعت رانا في القتل تو فاليا ورانا نقدم ورانا ملاح ما درنا حتى حاجه وتو فابيا والحلاوه والراي الحلاوه. نحبونا حبنا هذه الامور هذوك. انا بيرسونيلمون ما يكونوش يكونوا في يكون فيا ضيق خاطر وسماطه.